السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا حنا شادين الطريق غادي لبن سليمان. عندنا شي حويجات غادي نقضيهم وان شاء الله غادي ندوكم معانا. اول حاجة غادي نقضيها هي اهم حاجة، هو انني غادي نمشي نصب الحوايج. يلا ماشيين عندنا في الشقه، ما جبناهاش لهنايا لحقاش كما كتعرفوا مازال ما عرفناش واش استقرينا تماما، يعني بحال داكشي الثقيل ما نقدروش نهزوه من بعد عاود نبقاو نردوه. المهم خصني نمشي نصب الحوايج لان ما كنصبنش بيدي، عندي واحد المشكل في الصباع الوسطاني تفدع عليا وما عرفتش واش العظم اللي خرج بلاصتو ولا راه كيمحني في الخدمه اصلا، وعمرني قلتها لكم ولكن اش غنقول لكم، راه كل مره كنتعكر ولكن باش نشد ونصبن ما كنقدرش نهائيا، يعني حتى دوك لي طوخشون ديال الكوزينه راه ريم اللي كتصبنهم. المهم ماشي مشكل، كنا كتشوفوا راه بن سليمان، هذا الناس اللي كيتسالوا فين ساكنه، راه في بن سليمان، مدينه بن سليمان الغاليه الغاليه من كل شيء، هي زوينه ولكن غاليه حتى في المعيشه. واحد الدويره هذه اللي كنوريكم تنحماق عليها كندوز كنحضيها كنتمنى مولاها نتعرف عليه ولا مولاتها باش نجي ندخل نشوفها كي دايره من الداخل. كنموت على داك النوع ديال الديور، هاد الحي هذا كله هكا اغلبيه راه فيه تسمو حي الجرادي، فيه هاد الديور ديال الوقيته ديال الاستعمار، كيعجبوني بزاف 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 الصراحه، كنحماق عليهم كنبقى غير نشوفهم. المهم دابا وصلنا للحي ديالنا اللي هو حي القدس، غادي نمشيو كيما قلت لكم نحطوا الحوايج ومن بعد غادي نمشي عند اختي باش نتغداو عندها، وغادي نضرب بكم واحد الدويره في الدار اللي هي كاريها غير باش تاخذوا فكره على الفراش اللي عندها وكل شيء. غير هي حتى هي راه ما مرتاحاش، وانا غادي نقول لكم السبب، تابع مع الفيديو ان شاء الله تعرفوا السبب علاش فكرنا اصلا نقلبوا على شي ارض انا وياها ونشريوها باش نجهزوها. هي هذه الدار ديالها، هي ساكنه في السفليه صراحه، زعما كاريها ب 2000 درهم، مساحه كبيره الصراحه راه مزيانه، غير هي شويه عوجه. وهذا القدس هذا كله ما عرفتش علاش كله غادي على واحد الجهه، يعني المهندس اللي داروا يا اما ما عندوش المسطره يا اما ما عندوش مع الهندسه اصلا كل عوج. اش غنقول لكم، حي كله الديور اللي فيه اغلبيه اللي كنشوف انا كلهم غاديين مايلين لواحد الجهه، كلهم عندهم واحد الاعوجاج. ما عليناش، المهم راه هي كانت مرتاحه فيها، ولكن المهم في الاول كانت مرتاحه. كيما كتشوفوا راه ريم هذه عندها عامين، كنوريكم هذاك الشيء كامل اللي كتشوفوه عند اختي، يعني هاد الديكورات كاملين من صنعي يدي، هي الراعي الرسمي ديالي مسكينه اللي كانت كتساعدني باش كنت كنصاوب هاد الديكورات، ما كنلقاش لا فين نبيعهم لا هذا، كانت كتشريهم عندي. كتشوفوا هاد الشيء كامل كامل تقريبا، يعني من بعض الاشياء اللي هما ماشي ديالي، هاد الشوميني راه كنت وريتكم كيفاش صاوبناه بالكارطون ديال التلفازه، وديك البوفه صوبناها بالكارتون. المهم اللي بغى يشوف غادي يرجع الفيديوهات القديمه وان شاء الله غادي يشوف ويعرفهم. الدار هي كبيره ولكن صراحه كون كانت زعما ديالها وعاودنا لها الفصاله غتولي حاجه اخرى، ولكن معليش. المهم دابا حاليا راه هي ساكنه فيها، لان ان شاء الله ما بقى لا والو تخرج لا روتريت، بقيلها تقريبا نقولوا شي عامين وشي حاجه اولا 3 سنين. بالنسبه لهذا البيت الكلاس حتى هو كما كتشوفوا راه مايل عوج، هو والصالون هما اللي عوجين ما عرفتش علاش. المهم ما عليناش، هذا الفراش هذا راه كنت خداته من ايكيا، وكنت وريتكم كيفاش درت لها غير هذاك الغلاف، غير توب طويناه ودوزناه على هذا، وكانت محتاجه شي حاجه علاش تكا، لان كتقول لي فاش كنجلس نتكا نتفرج في التلفازه كيضرني عنقي، كنبقى ندير في الوسيد وكنتمحن. لقات هذيك الوساده غير في الجوطيه دوك المكركبين، غير هي كبيره، خدينا غير وحده وقسمناها على جوج ودرتها لها متباعده، لان ما كاينينش خوتهم هاد الكبار هادو، ما لقيناش خوتهم. معليش المهم راه غير قاضيه به الغرض وصافي. بالنسبه لهاد الكرسي راه كنت وريتكم كرسي ديال البلاستيك كيفاش كنردوه، كرسي مريح بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا غير دوك ديال البلاستيك ديال 40 درهم او 60 درهم على شحال كيديروا، كتغلفوهم. المهم راه غلفتو بكاشه، وهذا رانا وريتكم الفيديو باش الا كنتم مهتمين قلبوا على الفيديوهات السابقه، وغادي نحاول الا لقيتهم، لقيت حتى الوقت باش نجبدهم ونحطهم في الروابط وصندوق الوصف ان شاء الله غادي نحطهم لكم.
كلشي راه هادشي كله اللي كتشوفو راه من صنع يدي. هذاك الكرسي الحمر اللي كتشوفو عندك البوفه اللي دايرها حمراء في القنت حدا التلفازه، هذيك راه كرسي حتى هو ديال البلاستيك وغلفتو بسروال، يعني كان سروال ديال المبرة ما كنلبسوش وغلفتو به. المهم هادشي كله كيما قلت لكم راه تلقاوه في القناه ان شاء الله. بالنسبه لهاد البلاصه هادي انا كنت شفت واحد المهندسه امريكيه هي اللي صوتها، غير كيما كتعرفوا داك الشيء عندنا حنايا الحيط ما مساعدش، لان كتشوفوا الحيط وكنصحكم دائما الا كانوا عندكم الاعوجاجات في الحيوط، خصوصا اللي ما دارش دوك الصبيغ الجداد، ما يديرش البريون، ترى كتفضح العيوب كما كتشوفوا. هي كون كانت دارها راه بيان سور ما غاديش نخليو هادشي هكا، ولكن ما يمكنش غتبقى تبدل في واحد الدار اللي هي ديجا اصلا ما غاديش تطول فيها بزاف. هاد الستيل ديال هاد الطاوله هادي رانا قلت لكم بهاد اللوحات، وهذا شفت واحد القناة الأمريكية ديال واحد المهندسة، منها خديت هاد الفكرة هادي ديال أنكم ديروا الطاولة مع الحيط هكا. بزاف ما عجبتهمش، قالوا لي بحال ريستورون، ولكن حنا حيت كنا كنجيو العائلة كاملين كتار ما يمكنش غادي تحط أربعة الكراسة ولا ستة الكراسة، يعني ضروري خصنا نجلسوا كاملين. داكشي علاش هي قالت لي ديري شي حاجه اللي هي براتيك. المهم الكوزينه هي هذه غدا بالطول، كانت الكوزينه غير هذه الجهه وهي زادت هذه الجهه، خدات داك المبل في ايكيا. المهم هي الاخت ديال كتبغي كل شيء يكون باين حداها، لان عندها مشاكل في الركاب، خص ضروري كل شيء يكون متاح ليها، ما كتبغيش شي حاجه اللي تكون مدرقه وتجلس على التحنيط جبدها او لا تطلع فوق كرسي. هذاك الشيء علاش هي داك الشيء اللي كديرو قدامها. وكما كتشوفوا هي دابا ماشي هكا، راه دابا راه غير على غفله، هي ما ولاش نصور انا، هي نقيه. انا كنعترف انا ماشي بحالها، هي كنسميوها في الدار بونضيف، لانها داكشي باش كيضروها الركابي بصراحه، لان ما كتميكش على الشقه، كتضل شقه نهار وما طال، وهي ضروري ما تخليش شي حاجه تجي من الخدمه وتشقى. المهم داكشي راه اهلك لا صحتها. المهم بيت النعاس ديالها هو هذا، تا هو غادي بالطول، ما عرفناش كي غنديرو كاع باش نديرو فاش داك النهار فاش بغات تحط لنا موسيو داكشي. انا قلت لها من الاحسن ديريها مع الشراجب، لان ما عندهاش كي دير لها، كتحطها ما الا كتشد لي سباس كله كتجي. المهم بيت طويل راه ما راه صعيب في التفريشه. هذاك الكرسي عزيز عليا، قال لك هذاك هو فاش كتجلس كتحط هذيك البوفه وتحط عليها رجليها وتفرج، هذا هو يعني راكم عارفين هي شويه كتمل بحالي، يعني انا وياها كنتشابهوا بزاف. هو الصراحه انا خواتاتي بجوجهم اللي كاينين هنا كنتشابهوا بزاف تنملوا. نجيكم السبب الحقيقي اللي كرهها في هذا الدار، اللي هو هذا، عقلتوا ديك لاكور اللي كنت صاوبت وقديناها ودرنا الكليسه ودرنا الخيمه ودرنا كل شيء، اش غنقول لكم؟ عندها واحد الجيران ما عارفاش حتى شكون معاه متهضر، واش ولادهم واش هما، الله اعلم. دابا اليوم راه اقل حاجه رموها هي هذه، كيرميو اللعاب ديالهم، كيرميو عليها الزبل، رموا عليها الكارو، يعني اللي البونت ديال الكارو تما، قلت لها انا راه داكشي خطر، رموا عليها السله ديال الحوايج، تقبلت هذيك الخيمه، المهم دقدقوها لها. اش غنقول لكم؟ الناس الله يهديهم جيران، ما عرفتش دابا هي شحال وهي عايشه هنا، تقريبا راه طالعه في 4 سنين اولا، المعاناه معاهم، كتضل تسيق في هاد هذا وتشطب. وواحد المره طاحت واحد العصا الشطابة على طلال على راسو، مره اخرى طاحت صنداله ما عقلتش على ريم ولا على طلال. شوف كما كتشوفوا ما زباله دايرينها. دابا اقل حاجه دابا اليوم كنوريكم هذا غير ديال هذا النهار، راه قليل هذا الشيء اللي لاحو. قالت لي انا كرهوني في لاكور، ما بقيتش كنحملها، هي اصلا كرات الدار على ود لاكور باش دير ديك الكليسه. هذا هو السبب اللي خلانا نوضو نقلبوا على شي ارض باش نديروا فيها اللي بغينا، نكونوا بعاد على البشر، لان ما كاينش الاحترام نهائيا. عيات ما تهضر، ارماو عليها حجر، داك ما عرفتش واش تيمومه ولا يا جوره ولا داك الشيء، يعني خطر ان الواحد كاع يخرج داك لاكور، يقدر نجي حاجه فوق راسه. انا ديجا تقاس طلال، الحمد لله ماشي شي حاجه ثقيله اللي طاحت عليه، كما قلت لكم ما مرتاحاش نهائيا. هذا هو اللي كاين. المهم راها مسكينه حتى هي بحالنا راه كتعاني. ايوا صافي. المهم حنا دابا شادين الطريق، غادي نمشيو للبيبينيير اللي خدينا منها الشجر. هذاك الاخ ظريف صراحه وكيدير معنا تمن زوين، واخا هو بعيد علينا، راه قريب السخيرات فواد الشراط، ولكن معليش حتى كينصح. انا كيعجبني اللي كيعطيك داكشي كيما هو، ما كذبش علينا فاش قالنا الشجره كيطلع دغيا، ما كذبش علينا، ماشي بحال الاخر اللي كنا شرينا عندكم عنده، قلنا لكم جوج شجرات بثمن غالي، يعني غلى علينا
شريناهم ب 300 درهم جوج شجرات، وهذا السيد حسبهم لنا ب ما عقلتش واش 15 درهم ولا 10 دراهم. المهم ما نكذبش عليكم، رانا خليت لكم النمره ديالو هاد مول بيبينير، ولكن للاسف بعض الناس كيصدعوه وتيعيطوا له وتيقولوا له بغينا نشريو ارض حدا ديك السيده. هو السيد شوفوا فين كاين، راه هو جهه الصخيرات وحنايا فين كاينين، راه حنا في ديال في الطريق بعيده بعيده جدا على هاد الصخيرات. المهم انا خليت لكم النمره ديالو باش تشوفوا النباتات، راه السيد راه دريويش وظريف ويعني راه ما تيغليش، هذا هو اللي كاين. المهم ما هي هذه البيبينير، مشينا باش نشوفوا شي نباتات اللي هما قصار باش نديروهم حدا لا تيراس، لان بغيت شي حاجه اللي هي مودرن وزوينه. دزنا واحد البيبينير اخرى في الطريق، ولكن اش غنقول لكم الاثمنه كتشوط صافي، ما تليناش شرينا عندهم. هذيك كاينه جهه العيون صراحه ما خديناش عندهم، بعض الاشياء ما لقيتهمش هنا كاينين عندهم، حتى من بعد عاد نقدر نزيدهم، ولكن انا هادشي اللي خديت عند هذا السيد الحمد لله. يعني 300 درهم راه جابت ليا خير الله. الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نوريهم لكم وتشوفوا اشنو خديت واشنو اختاريت انا واشنو اختار سليمان. ومهم حاولنا ما امكن نمشيو في واحد النمط اللي غادي يعجينا جهه ديك لا تيراس اللي غادي نجلسوا حداها، وما يكونش عالي داكشي باش ما يشدناش السباس. كما قلت لكم الشكل ان شاء الله راه مازال غادي نوريكم كيفاش نديروا داكشي يجي زوين وانيق بحول الله. الفيديو الجاي ان شاء الله رانا رسمت واحد الرسمه لا تيراس كيفاش غادي نديرها بالتقريب، وغادي نشوفوا نحاولوا نديروا بحال هذاك الشكل. هذا هو اللي كاين. المهم ريم راه خدات راحتها، بدات كتصور لابوبي ديالها وقالت لي بغيت واحد الوريضه، وهاد السيد الله يعطيه الخير عطاها واحد جوج وريضات حمر ديال لي غوز زوينين، غادي نديرهم لها ان شاء الله فشي بلاصه باش يعجبوها ان شاء الله نديرهم. كيما قلت لكم دابا مازال ما قديناش شحال من حاجه، نساليو البني باش نعرفوا حتى النباتات فين غادي يكونوا ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. سليمان كيوريني هنا واحد الوريضه، قال لي هادي راه اختها هذيك اللي شرينا وحنا شيناها بالغوز، حيت شرينا حنا غير عند واحد قريب هنايا، شرينا غير واحد جوج شجيرات هما وشريناهم بالغوز. قال لي هادي راه فنه، قلت له هادي حتى نزيدها في شي بلاصه اخرى ان شاء الله، لان صراحه هادشي كيدوخ. الخضوريه راه هي كلشي، هادشي اللي كنا كنحلموا به، والحمد لله ربي حقق لنا الحلم ديالنا، وكنتمنى انكم كلكم تحققوا الاحلام ديالكم في داكشي اللي كتمناوه. اللي بغى دار بوحدو الله يعطيها له، اللي بغى فيلا، اللي بغى اي واحد غير يتمنى، وعند الله راه كلشي كاين عند الله سبحانه وتعالى. ايوا هادشي اللي كنخليكم هنا، راه فدعت رجلي، تلوات لي رجلي، والمشكله راني مفدوعة من شحال هادي من يامات فاش كنت كنلعب الفولي، ودابا كل مره كترجع عليا شوفيغ ما لبستهاش، نسيت ما هزيتهاش من الشقه. المهم غادي نصيفط سليمان يجيبها لي. ايوا نخليكم، المهم راه غير كنبلبل وكنطول عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم اشنو بغينا نديرو حدا لا تيراس، كيفاش غادي نديرو بلاصه البيرغولا، وغادي ان شاء الله ننبتو هذاك النباتات كل حاجه في بلاصتها. والمهم ان شاء الله كنتمنى ان هذاك الشيء يعجبكم. دابا راه عندنا الحداد كيخدم شراجم، وحنا غادي نوريكم كيفاش درنا لهم الحديد. المهم تابعوا معنا، وشكرا لكم، نتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء.